مساء سعيدا لكل متابعي الشوط الثالث في كل مكان، أحييكم أحلى تحية. نأخذكم للتعرف على آخر المستجدات والمتابعات والقضايا الرياضية التي نضعها أمامكم أولا بأول. للتذكير بإمكان جميع من يرغب مشاهدة الحلقة الآن عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك عليه متابعة صفحة تلفزيون الشرقية. إذن جولة الشوط الثالث نبدأها من أهم العناوين. اللجنة الأولمبية العراقية توقف الصرف المالي لجميع نشاطات الاتحادات الرياضية المحلية والخارجية حتى البت في موقفها القانوني بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية. اتحاد الكرة العراقي يصدر بيانا شديد اللهجة ضد وزارة الشباب والرياضة بعد مطالبتها بنصف مليار دينار لقاء تأجير ملعب البصرة لمباراة العراق والأردن، وتطالب رئيس الوزراء بالتدخل لحل الأزمة. وأزمة وزارة الشباب واتحاد الكرة المالية وتداعيات تهديد الاتحاد بنقل جميع مباريات المنتخبات الوطنية خارج العراق حال استمرار الوزارة بضغطها المالي نناقشها اليوم مع رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود. هذه كانت أهم العناوين، نأخذكم إلى التفاصيل ونبدأ من الشبح الذي يلقي بظلاله على جميع الاتحادات الرياضية حيال استمرار مشاركاتها المحلية والخارجية. محمد الخفاجي هيئ لنا هذا التقرير والذي يتحدث عن قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف عمل المكتب التنفيذي والاتحادات الرياضية وجميع النشاطات حتى البت في موقف اللجنة الأولمبية العراقية قانونا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. نتابع هذا التقرير. الشعور بالخطر والابتعاد عن شبح المساءلة القانونية دفع رئيس اللجنة الأولمبية الكابتن رعد حمودي لاتخاذ قرار جريء بإيقاف المخصصات المالية لجميع الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائها رغم احتمالية تعرض البعض منها إلى عقوبات إدارية ومالية. في 15/3 انتهت الفترة للجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي القانونية، وعليه لابد من حماية الأمور الإدارية والمالية والإجراءات هذه حتى لا نتعرض إلى نحاول أن نحمي اللجنة الأولمبية من أي مساءلة قانونية، بما أنه في 15/3 انتهت صلاحية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. احنا نخشى أن يكون طبعا انتهت داخليا وليس خارجيا، لكن نحن من أجل الحفاظ على سمعة اللجنة الأولمبية العراقية من أي مساءلة قانونية باعتبارها هي الداعم الكبير وهي الخيمة للاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية في العراق، ننتظر رد اللجنة الأولمبية الدولية لكي يعرض على الحكومة العراقية إن شاء الله في القريب العاجل خلال اليومين. أتوقع أن تكون هناك رد من اللجنة الأولمبية الدولية. وفي خضم هذه الأزمة تبقى الاتحادات هي المتضررة الوحيدة أزاء هذا القرار. في الحالي لمدة 6 أشهر حتى إجراء انتخابات للحكومة العراقية وانتخابات جديدة أيضا للاتحادات الرياضية. مشاهدينا الأحبة، أيضا للأسف الشديد رواد الرياضة العراقية الأبطال ما زال الكثير منهم يعاني بسبب تأخر صرف المنح الشهرية المتوقفة منذ 3 أشهر. لفيف من
الرواد الأبطال بعثوا إلينا برسائل، وربما رسالة الكابتن عدنان الجابري الشخصية الرياضية المعروفة اللي هو أمين سر رابطة الرياضيين الرواد الدولية، أكد إنه معاناة الرياضيين الرواد ما زالت مستمرة، وهناك معاناة لألف وسبعمائة رائد رياضي بطل حجبت عنه الجميع ينظر إلى أن الأربعمية ثروة بالنسبة لهم ليشتري بها الأدوية المزمنة، وبالتالي يعني ينتظرون رد بعد أن يئسوا من مخاطباتهم لجميع المسؤولين، ووعدوا بأن سيرسلوا كتبا لغرض تطبيق القانون اللي اجتهدوا به منذ 4 سنوات، وبالتالي يناشدون مرة أخرى هؤلاء الأبطال الرياضيين الذين ننحني لتاريخهم لإنجازاتهم لماضيهم الذهبي أن تطلق منحهم الشهرية المتوقفة، متوقفة منذ 3 أشهر دون سبب يذكر. الحقيقة ما أعرف شو أحكي وش أقول، لأنه مرارا وتكرارا قلنا يا ناس يا عالم يا وزارة الشباب شنو السبب بتأخر إطلاق منح الرياضيين الرواد. نقرأ على شبكة التواصل الاجتماعي مع عدد من مسؤوليكم المعنيين أنه تم إطلاق المنح، يرجعون الرواد يتصلون يقولون والله يابا إلى الآن كل شيء ماكو. وبالتالي نتمنى أن تتوخوا الدقة في إطلاق المعلومة، وأتمنى تخلون مخافة الله بين عيونكم وتطون رواتب ذول الناس المساكين اللي للأسف الشديد ما ماخذين حقهم الطبيعي من هالبلد، قدموا عصارة جهودهم وشبابهم وعمرهم لهالبلد وما جنوا كل شيء، الآن ينتظرون هاي المنحة القليلة جدا في بحر إنجازاتهم 400,000 دينار، ودذلوهم وما عاذ الله من ذلهم ومدى تطوهم. يا جماعة ناس مرضى تعابة كبار بالعمر، أكثرهم بدأ يخجل يطلع على الإعلام ويحكي، لكن إحنا منبر الشوط الثالث منبر كل الرياضيين، وإحنا بإذن الله صوت الرياضيين الباحثين عن الحق وعن المطالب العادلة. ترى ما حد متفضل على كل الرياضيين الرواد وده يدفع من جيبه ولا من جيب حزبه ولا من جيب عشيرته، ده يدفع من جيب الدولة. لكن للأسف الشديد ما أعرف شنو الخلل، وأتمنى أن يتابع هذا الموضوع رئيس الوزراء، لأن هذا جزء من مهامك. ذولا ناس متعففين، ناس مرضى، شنو ذنبهم؟ صارت 3 أشهر ينتظرون 400,000 دينار اللي بصراحة تبهذلوا خلوا كراوي بقدها وإلى الآن ماكو. ننتظر وأتمنى أن يكون هناك ردا وجوابا لهذه المبالغ اللي ما أعرف وين تروح، ومتأكد أني وزارة المالية أطلقتها من زمان، بس ليش ما تصرف في وقتها الله أعلم، وراح نبحث عن السبب وما راح نخاف، لأننا لا نخشى في الحق لو متلائم، وسنعرض السبب بعدما نمتلك الأدلة إن شاء الله. مشاهدينا الأحبة، قضية تحدثنا عنها بسرعة يوم أمس لكنها أحدثت ضجة كبيرة في أروقة الشارع الرياضي العراقي ولا سيما الشارع الكروي. وزارة الشباب تنذر اتحاد الكرة انذارا نهائيا عن طريق المحاكم المختصة بأن تدفع أو يدفع اتحاد الكرة مبلغ 425 مليون دينار. هذا الكتاب اللي نعرضه لحضراتكم واللي وصلنا ووعدناكم يوم أمس بأننا سنعرضه، موجه إلى رئيس اتحاد الكرة بالإضافة إلى وظيفته من محامي الوكيل لوزارة الشباب ليث حازم عبد الرحمن، واللي طالب الحقيقة اتحاد الكرة اللي أجرى مباراة ودية دولية بين الشقيق الأردني العزيز في ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة بتاريخ 1/6/2017
بمبلغ 425 مليون دينار، لأن هذا الملعب تأجر. لذا ننذركم إنذارا نهائيا لمدة 7 أيام بضرورة تسديد مستحقات دائرة موكلي مضافا إليه الفوائد والغرامات التأخيرية بما يعادل سعر الفائدة التأخيرية اللي تستوفيها المصارف الحكومية وحسب طبيعة استعمال العقار والمشار إليه بالمادة 21 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، وبخلافه سوف نضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم حفاظا على المال العام. المنذر عن وزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى وظيفة الوكيل الحقوقي ليث حازم عبد الرحمن بموجب الوكالة القانونية المرقمة كذا في 15/3/2017. الحقيقة هذا الموضوع اللي وصل هذا الكتاب حصرا إلى الشوط الثالث واللي نعرضه لحضراتكم حتى نناقش تداعيات هذا الموضوع اللي يوم أمس أحدث ضجة كبيرة في الشارع الرياضي في الوسط الإعلامي. ما الذي ستفعله وزارة الشباب إذا ما طبقت القوانين بحق اتحاد الكرة وبحق المنتخبات الوطنية؟ احنا رجعنا وقلنا هذا الموضوع يا جماعة ما صاير غير بس بالعراق، الملاعب تؤجر للمنتخبات والأندية من قبل وزارة أساسا لا تمتلك لا سند شرعي بحق التملك ولا هي صاحبة قرار في موضوع بيع وإيجار واستثمار، لأن هي مو مالك. هذا الموضوع الحقيقة حتى ما أدخل بتفاصيل ودها ليزي رح نناقشه بالجزء الثاني من حلقة هذا اليوم، لكني أيضا سأذهب إلى ردة فعل الاتحاد الطبيعية اللي أصدر بيان شديد اللهجة رح نعرضه لحضراتكم واللي صدر من قبل المكتب الإعلامي اللي يقول، ومثل ما تشاهدون حضراتكم بدءا لا نقول إننا نستغرب، فحلقات الخداع مستمرة ويبدو إنها بلا نهاية، ويبدو إنه أصبح ديدن البعض ممن يروق له خلط الأوراق حتى وإن كانت بشكل فاضح. آخر حلقات التضبيب وتشويش الصورة هو تصريح مدير الدائرة القانونية بوزارة الشباب اللي غالط نفسه أولا قبل أن يحاول الضحك على الآخرين بتصريحه اللي أشار إلى جملة من المغالطات المفضوحة اللي يحاول فيها طمس الحقيقة البائنة التي لا تحتاج إلى توضيح كبير. إن اتحاد الكرة العراقي مؤسسة كبيرة لها تاريخ أهل مشرف الذي يحاول الكثير التقرب من أسواره ويعمل فيها كفاءات متخصصة يشار إليها بالبنان في كل المحافل، فتصوير الاتحاد بهذه الشاكلة هو بدعة ضالة حتما ستكون النار مأواها الأخير. إن الاتحاد الكرة دائرة حسابات مختصة مرتبطة بحسابات اللجنة الأولمبية العراقية ودائرة الرقابة المالية، وكل أموال المباريات التي أجريناها في الفترة الماضية تدخل في مصرف حكومي معتمد، فليس من المنطق كما أشار صاحب التصريح إلى عدم المعرفة بالأموال اللي تدخل الاتحاد رغم معرفتنا. إن التصريح الغير منطقي هو امتداد للتشويش المتعمد ضد اتحادنا الذي كما هو في كل مرة لن يخرج من أزمته إلا قويا صلبا مستمدا عنفوانه من صدقه وبهنيئته وهيئته العامة التي رفضت المال السحت من أجل تحقيق مصالح شخصية فئوية. لن نكتف بالرد، لدينا حكومة عراقية سنضع على طاولتها كل ما حصل لكي نجنب كرتنا ورياضتنا أزمة مقبلة قد تأكل الأخضر واليابس. هذا البيان اللي صدر من قبل اتحاد الكرة واللي الحقيقة راح نناقشه بعد أن نستمع أيضا إلى رد وزارة الشباب والرياضة اللي الحقيقة هذا هو البيان اللي صدر من قبل اتحاد الكرة وعرضناه لحضراتكم. سنذهب أيضا إلى رد وزارة الشباب اللي أكدت أن قرار إيرادات الملاعب هو قانوني ولا يخص ميزانية الاتحاد أو المنتخب. مدير إعلام الوزارة علي العطواني أكد أن هذا القرار صائب أو خاطئ، فمن حق الاتحاد أن يذهب إلى القضاء لمن سيحكم بالعدل. الحقيقة بيان علي العطواني أكد أنه اتحاد الكرة منظمة مجتمع مدني له شخصية مستقلة وذمة مالية، إن أراد أن يستغل منشآت الدولة فإن الدولة لها قانون ينظم إيجار منشآته. القانون يسري بين وزارات الدولة في عملية الإيجار،
وأن الاتحاد العراقي كمنظمة مستقلة يخضع لقانون عليه تقديم طلب للدولة لغرض إقامة مباراة للمنتخب العراقي، لافتا إلى أن وزارة الشباب والرياضة لديها حسابات مصرفية مسجلة قانونا، وبالتالي نؤكد أن الاتحاد قد دخل في ميزانيته خلال المباريات الأخيرة للمنتخبات الوطنية 1.5 مليار دينار عراقي، وبالتالي الاتحاد يريد إدخال أموال بطاقات دخول الملاعب في حسابات في حساباته الشخصية، ويحول بكامله ويريد جمع أموال بطاقات الدخول بحساب مصرفي خاص حتى لا يتم مراقبتها، حيث أن 5 مباريات أقيمت والأموال اللي جباها الاتحاد تصل إلى 1.5 مليار غير مسجلة بأي سجل أو حساب مصرفي، وفي هذه مخالفة قانونية. وبين العطواني أن الجهات الرقابية أمرت وزارة الشباب بإقامة دعاوى لاسترداد هذه الأموال وإدخالها في حسابات وزارة المالية. الحقيقة هذا رد وزارة الشباب والرياضة على لسان مدير الإعلام علي العطواني، لكن إحنا أيضا قبل أن أذهب إلى ضيف الكريم وتداعيات هذه الأزمة، أيضا وزارة الشباب أكدت هذا اليوم أن مباريات الفريقين العراقيين الزوراء والجوية ممثلا الكرة العراقية في كأس الاتحاد الآسيوي، واللي اختاروا ملعب كربلاء للعب عليها بعد أن رفع الحظر الجزئي عن ملاعبنا، الوزارة أكدت أن هاي المباريات لن تكون مجانية وستكون لقاء مبالغ. فمدير الدائرة القانونية السيد علي طاهر أكد في تصريحات إعلامية أنه وزارة الشباب تقول على الجميع أن يعي أن جميع الملاعب والقاعات التابعة لوزارة الشباب والرياضة تخضع لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، ولا يمكن للوزارة فيما يخص عملية استئجار الأندية. أريد أن تشاهد اللقطات زميلنا المخرج علي للسيد علي طاهر اللي هو مدير الدائرة القانونية، يا ريت. أيضا أضاف أن ممثلي الكرة العراقية آسيويا القوة الجوية والزوراء لن يلعبا دون مقابل، بل هناك اتفاق بين الوزارات وإدارات الأندية يتيح للوزارة جباية الواردات المالية على أن يتم إدخالها بحسابات المصرفية. على صعيد آخر أكد طاهر أن الموضوع أعلى، وفي أكثر من اجتماع تم طرحه على طاولة اتحاد الكرة وتم الرفض بشكل قاطع، وحتى الآن لا نعرف الأموال الواردة من المباريات الدولية أين ذهبت. علي طاهر يتحدث عن قضيتين، قضية أموال الاتحاد اللي دخلت، والقضية الأخرى هي قضية استئجار ملاعب البصرة وكربلاء لفريقي الزوراء والجوية اللي راح يلعبون في كأس الاتحاد الآسيوي لن تكون مجانية. احنا الحقيقة يعني ما مستغربين، حقيقة ما مستغربين، لأن الوزارة علمتنا ماكو شيء بلاش وخلتنا نعيش في زمن خصخصة، لأنه إذا ما يكفينا خصخصة الكهرباء وخصخصة التعليم وخصخصة الطب راحوا للرياضة، الرياضة اللي هي أم الفقير، الكرة اللي هي يلعبها كل الناس البسطاء. لكن للأسف الشديد بهذه القرارات المتخبطة تريد هذه الوزارة الآن إطلاق رصاصة الرحمة على متنفس العراقي الوحيد ألا وهو الرياضة وبالتحديد كرة القدم. ما صايرة ولا دائرة، الناس فرحت من الرفع الحظر عن ملاعبنا، حتى هاي الأجيال اللي انحرمت من أن تشاهد نجومها يلعبون على أرضها الوزارة تريد تحرم، لأنه الأندية الآن راح تضطر تروح تلعب بغير ملاعب، لأنه ما معقولة نادي الزوراء والجوية يروح يلعب في ملاعب شقيقة في دول الخليج وفي الأردن الشقيق وفي ملاعب أخرى مجانا ويلعب على أرضه بفلوس. يا جماعة احنا وين رايحين؟ عموما سادتي المشاهدين، سنناقش تداعيات هذه الأزمة اللي أحدثتها وزارة الشباب مع رئيس اتحاد الكرة العراقي السيد عبد الخالق مسعود المتواجد معي الآن من استوديوهاتنا وعبر الأقمار الصناعية وعلى الهواء مباشرة للدخول في أدق التفاصيل، وأيضا التهديدات التي لوح بها بعض أعضاء الاتحاد باللجوء إلى الفيفا أو باللعب خارج العراق بحثاً عن ملاعب مجانية. سنحاور ضيف الكريم
اللي أحييه أحلى تحية ضيفا كريما في برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. مرحبا بك كابتن عبد الخالق مسعود، ضيفا كريما في برنامج الشوط الثالث من الشرقية نيوز. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، تحياتي إليك ولكل مشاهدي قناة الشرقية برنامج الشوط الثالث. سأبدأ من حيث ما انتهينا قبل أن نذهب للبحث عن ملاعب مجانية. أصدرتم بيانا شديد اللهجة وهذا ما قريناه قبل قليل للسادة المشاهدين، هل هذا البيان كان ناتج عن ضغوطات وبالتالي انفجر الاتحاد بوجه هذه الضغوطات، أم هو وليد لردة فعل طبيعية بعدما طالبت الوزارة بدفعكم مبلغ 500 مليون دينار؟ تفضل أستاذ عبد الخالق. أول شيء هذا ليس غريب عن وزارة الشباب والرياضة بإرسال هكذا كتاب إلى اتحاد كرة القدم، ومتوقعة أن ترسل هكذا كتاب. أنا تكلمت مع إخواني أعضاء الاتحاد، قلت له ما دام أنا رايعين على انتخابات توقع وزارة الشباب يكون نت ويكون ضد اتحاد كرة القدم بإرسال هكذا كتب، وهذا الكتب لا يعنينا شيئا لأنه احنا ما مخالفين وزارة الشباب والرياضة. إذا كان هو مخالف لماذا لم يعلم الاتحاد كرة القدم قبل مباراتنا مع منتخب الأردن الشقيق بمبلغ؟ لماذا لم طلب الاتحاد بأنه إيجار الملعب هكذا المبلغ مريد حتى يعني نفكر هل نقيم المباراة أو لا نقيم المباراة في ملعب جذع النخلة في البصرة؟ هو الوزير الشباب معالي وزير الشباب كان حاضرا قبل أسبوع في البصرة دي هي الملعب لإجراء هكذا المباراة، وعرفوا تماما بأن الاتحاد العراقي باع تذاكر المباراة ب 140 أو 141 مليون دينار، ولنفس المتعهد اللي وزارة الشباب هو متعاقد معاه لبيع مباريات. من هو العراقي؟ من هو المتعاقد؟ السيد أبو زينب. أبو زينب نعم تفضل أستاذ. وزارة الشباب هو هذا المتعهد المباريات المنتخب، نفس المتعهد لوزارة الشباب. طيب. ويعرف المبلغ كم، ويعرف جيدا بأن المبلغ عند استلام من قسم الحسابات الاتحاد العراقي تدخل في المصارف، وبعدين يطلع بقرار الاتحاد حسب حاجة الاتحاد، حسب احتياجات الاتحاد. طيب. ما ممكن يعني نتصرف بكيفنا، احنا وين عايشين؟ بلدنا هو احنا ارتباطنا باللجنة الأولمبية وبالاتحاد الدولي، جميع المبالغ اللي نستلم من اللجنة الأولمبية كسلب نستلم ونسددها، والرقابة طيب. المالية موجودة، والباقي المبالغ نستلم من الاتحاد الدولي. ما دفعت شيء للوزارة أستاذ عبد الخالق؟ مالية موجودة من قبل الاتحاد الدولي والآسيوي علينا. ما دفعت شيء للوزارة اللي أرادت 50 مليون من عندكم أو 60 مليون قالت حتى يعني هذا مال الإدامة، فدفعتوا لهم شيء؟ لا لا لا, لا أبداً ما عندنا أستاذ محمد، يعني ما عندنا عقد مع وزارة الشباب. فقط 5000 تذكرة أعطيناهم في مباراة الأردن مجانا، وفي مباريات التي تقام في كربلاء 2500 تذكرة مجانا. هذا بعد المباراة أنا اتفقت مع معالي وزير الشباب، مشينا مباراة الأردن، قال بعد المباراة الأردن لازم يكون اتفاق بين الوزارة وبين اتحاد كرة القدم لصيغة إجراء المباراة على ملاعب الوزارة. أيضا احنا محاسبين من قبل الرقابة المالية، قلت له ما عندنا مانع. احنا بمحضر اجتماع الاتحاد العراقي خولنا سيد علي جبار نائب الثاني لرئيس الاتحاد، من عقل اتحاد كرة القدم أن يبيع التذاكر ولكن ينطيها 5000 تذكرة في ملعب جذع النخلة و2500 في ملعب كربلاء، والفنيا الاتحاد هو المسؤول عن إقامة هذه المباراة، والإعلانات من عقل وزارة الشباب لأنه وزارة الشباب متعاقدة في كتابهم يقول أجور الإعلانات، أجور الإعلانات أنت بايع الملعب لمدة 5 سنوات، شنو يعني خليه إعلان واحد ما خليت إعلان واحد في مباراة الأردن؟ عجيب. وكل مغالطة في مغالطة. عجيب. بالشكوى مالته. نعم. وثاني شيء هذا القانون أنت إذا تريد قانون 21 أستاذ محمد طبق عليه، مفروض قبل المباراة تعلن أنت هل إيجار الملعب، تعلن أنت علنيا حسب القانون 21. نعم. أنت ما أعلنت يعني أنت مخالف، مو أنا مخالف،
وانت ليش خليتني اني اطبل الملعب؟ ليش اتمرن في ملعب؟ ليش منتخب الاردن تمرن في ملعب قبلها؟ ليش خليت تقام المباراه؟ من المفترض ان تسد الابواب ما تخلي تقام المباراه. رابعا يعني يدل على ان الوزاره الشباب بهذا الكتاب ما له علاقه برفع العذر، يقول اتحاد كره القدم انتم مسؤولين، انتم تدفعون الفلوس، يعني اتحاد كره القدم هو حسب كتابهم احنا رفعنا العذر، وزاره الشباب ما له علاقه بها. طيب اي رفع العذر؟ طيب لماذا تكتبون شكرا يا عبطان برفع العذر باللافتات؟ مع كل احتراماتي لمعالي وزير الشباب، من المفترض اذا هو مشارك ما يطلب الفلوس من اتحاد كره القدم، لانه المبالغ اللي احنا نستلم احنا نصرفها على المنتخب الضيف وايضا صحيح. على المنتخب العراقي ما نعم. اعتقد لحد الان احنا رابعين دينار واحد من عن اجراء اي مباريات في ملاعبنا. طيب عندي سؤال، انتم كثيرا ما تقولون انه هاي الملاعب تابعه لوزاره الماليه لانه هاي الملاعب تابعه للدوله العراقيه، طيب ليش ما انتم تفاتحون وزاره الماليه دايركت مباشره؟ لانه وزاره الشباب هي مو مالكه لهاي العقارات، وبالتالي دخلت طرف ثالث، فهذا الموضوع ليش مثرته استاذ عبد الخالق؟ استاذ محمد اذا نعم. هو دي يقول الملاعب هو اسب علمي تابع لوزاره الماليه، ليش وزاره الماليه ما يطلب من اتحاد كره القدم مبالغ جراء المباريات؟ ليش وزاره الشباب؟ شنو علاقه وزاره الشباب؟ هذا ملك وزاره الماليه، وايضا دوله رئيس الوزراء، رئيس الوزراء هو وزير الماليه وكاله، تكلمت معه وتعجب قال شلون يطلبون من اتحاد كره القدم مبالغ جراء منتخب العراق؟ هذا المنتخب ليس ملككم، هو ملك جميع الشعب العراقي، ما ممكن تعطون دينار واحد لاي جهه جراء هذه المباريات. والان ايضا من خلال منبرك اطالب دوله رئيس الوزراء الدكتور حيدر العباد المحترم بالتدخل السريع لهذن المشاكل. اذا صارت المشكله بقى هذه المشاكل ما ممكن منتخب العراق ان يلعب اي مباريات في ملاعب التابعه لوزاره الشباب. عندنا ثلاث ملاعب مرخصه من قبل الاتحاد الدولي، بصره، كربلاء، اربيل، ونرجع الى اربيل نلعب. احنا ما ممكن نطلع الى خارج العراق لانه ما نحرم جمهورنا من مشاهده منتخباتنا الوطنيه. حتى لحين حل هذه المشكله جميع مباريات تقام في اربيل، واذا دولة رئيس الوزراء حلت هذه المشكلة مباراة الفلسطيني يكون في البصرة. طيب انتم اللي التقيتوا برئيس الوزراء حيدر العبادي مو قال لكم الملاعب مفتوحة امامكم وماكو قيود على الملاعب؟ ليش وزارة الشباب الى الان لم تمتثل الى قرارات رئيس مجلس الوزراء؟ انا ما اعرف شنو السبب، مدى افتهم لحد الان. وثانيا استاذ حيدر انت لحد هاي اللحظة صدر الكتاب صار 10 أشهر 8 أيام، لماذا لم تصدر الكتاب بعد المباراة؟ لماذا الآن تصدر؟ لأنه احنا قبل الانتخابات ويريد يسبب لنا مشاكل، ولو احنا بعيدين عن المشاكل ولا عندنا علاقة بهذا النية، واحنا واثقين من قضاءنا نزيهة، نروح للقضاء وندافع عن نفسنا بكل قوة. هو المخطئ هو وزارة الشباب والرياضة وليس اتحاد كرة القدم. طيب يوم أمس كان تصريحا للسيد محمد جواد الصائغ اللي هدد وقال إذا استمرت الوزارة لحنروح للفيفا نقولهم عمي رجعوا الحظر علينا حتى نضطر نلعب برا. هذه التصريحات اللي الحقيقة ولدت ردة فعل، هل هي تصريحات شخصية أم رؤى أعضاء الاتحاد كاملا؟ لا أبدا تصريح شخصي، ممكن ردة الفعل قوية من السيد محمد جواد، ما ممكن يعني نروح على الاتحاد الدولي نقول للاتحاد الدولي من يريد رفع العذر. لا، الآن نحاول بكل قوة أن نرفع العذر عن جميع الملاعب العراقية وخاصة بغداد. طيب. ما له علاقة بهذا الخلاف موجودة مع وزارة الشباب، هذا المحاولات هو للشعب العراقي وليس للأشخاص، وليس لعبد الخالق أو لسيد وزير الشباب او اللجنه الاولمبيه، او هو للجمهور العراقي. لازم الجمهور العراقي يتمتع
بمشاهدة منتخب العراق في أرض العراق. طيب عندي سؤال مرة أخرى، إذا ما كان بيناتكم عقد رسمي بين الوزارة واتحاد الكرة اللي قانونا يحق الوزير به أن تدفعوا له مبالغ، شلون استحصل على قرار قضائي وتبليغ وإنذار نهائي؟ شلون إذا ماكو عقد رسمي؟ هو مو قرار قضائي، رايح على كاتب عدل، وكاتب عدل مسوي تبليغ لاتحاد كرة القدم إلى رئيس اتحاد الكرة يدفع المبلغ. أنت يا سيد الكتاب كاتب موجه العدل. عليك نعم سيد كاتب العدل، أنت غير تقول يابا وين عقدك مع اتحاد كرة؟ أنا بكرة دفعت، أنا هم رقابة المالية موجودة في اتحاد كرة القدم، نعم. نزاهة موجودة، إذا ما عندي عقد أنا شلون أدفع لي وزارة الشباب والرياضة هذا المبلغ؟ بيا صفة أدفع، ما عندي أي عقد مع وزارة الشباب. هو فتح الملعب، الأبواب الملعب كان مفتوح ولعبنا مع، ليش حضر المباراة معالي وزير مع كادر الوزارة؟ ليش حضر المباراة إذا ما منطيني ملعب؟ إذا ما موافق على إجراء المباراة ليش؟ لا هو موافق، هو أستاذ عبد الخالق على جميع المباريات هو كان حاضر. أستاذ عبد الخالق هو يقول لك أنا موافق، بالعكس وأكو اتفاق، بس أنا مأجر لكم الملعب. يطلب من عندي أستاذ محمد، ما عندي عقد معه، بيا صفة يطلب من عندي أني أدفع المبلغ. زين بيا صفة قانونية راح تردون الآن أنتوا قانونا وقضائيا على هذا التبليغ من كاتب العدل أستاذ عبد الخالق؟ طبعا طبعا نرد، أنا قانونا أنا طبعا نرد، أنا عندنا أيضا شعبة قانونية سنرد على الكاتب العدل بصيغة قانونية. طيب علي طاهر يقول أكو 1,400,000,000 دخلت ميزانية الاتحاد دون حسيب ورقي. أريد أوضح. نعم. تفضل تفضل أستاذ محمد. تفضل. أريد أوضح شنو علاقة وزارة الشباب يقول أنا ما أعرف وين يروح فلوس الاتحاد؟ احنا مرتبطين باللجنة الأولمبية، ما مرتبط أنا بوزارة الشباب. الفلوس اللي نستلمها من اللجنة الأولمبية هي سلف نستلمه ونسددها بالوصولات، وكل رئيس وفد هو يتعمل ويسددها بالوصولات. ثانيا المبالغ اللي نستلم من الاتحاد الدولي او الاتحاد الاسيوي سواء كان وارد المباريات او المبالغ اللي تجينا من الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي هو يدقق على حسابات الاتحاد وحساباتنا، ما عندنا اي مصرف خارج العراق، كل مصاريفنا اللي موجوده هو داخل الاتحاد وتحت الرقابه الماليه. طيب ما له علاقه وزاره يدقق، انا قايل لوزاره الشباب انت وين تودي مبالغك؟ وين تصرف مبالغك؟ شنو علاقتي بوزاره الشباب؟ وين يودي وين يصرف هو المسؤول. طيب وايضا هو ما مسؤول عني. ليش هذا الوقت بالذات بدت هاي الضغوطات استاذ عبد الخالق وبدينا نشاهد استقاله هنا ومطالب ماليه هنا وبعض المشاكل تحدث هنا وهناك، واكو صارت خلخله مو طبيعيه لا سيما بعد قرار رفع الحظر؟ ولكن الانتخابات لا يعرقل. ها يعني الغرض من هالانتخابات استاذ محمد؟ اعتقد هو اني وجهه نظري. نعم استاذ محمد اني هذا وجهه نظر الشخصي، وان شاء الله اني خطان، هو غرض عرقله الانتخابات، ولكن الانتخابات تقام في 31/5. بس البعض يقول هاي رده فعل طبيعيه لما استحدث اتحاد الكره والهيئه العامه من مطبات كبيره بوجه كل من يريد يرشح، يقول لك رده فعل تفاجئنا، تثنيه وتزكيه ومعروف ايش وخبره، هذه قرارات اثرت. اي شنو ردك استاذ محمد؟ هذا عمل هيئة عامة، إذا هيئة عامة ما مقتنع بينا هو هيئة عامة خليه يشتكي على اتحاد كرة القدم وليس وزارة الشباب يشتكي على. إذا هيئة عامة عنده الشك 1% على حسابات اتحاد كرة القدم خليه هو يروح يشتكي علينا، وهيئة عامة مصادقة على التقرير الإداري والمالي لاتحاد كرة القدم على نظام الأساس لاتحاد كرة القدم، يعني احنا ما عندنا خروقات 0.5%. طيب شنو موضوع مراجعة بعض أعضاء الاتحاد إلى النزاهة؟ يعني كثير ما نسمع هذا الموضوع، يا ريت يعني ترد للمشاهدين شنو هاي القصة، لأنه أكو البعض يكتب يقول أكو مخالفة وأكو لوائح، وهل صحيح حضرتك طلبت من السيد رئيس الوزراء أن يتوسط لكم برفع ملفكم من هيئة النزاهة والمسألة والعدالة؟ أكو شي صار؟
استاذ، اول شيء ايضا مضحكه هذا مراجعه النزاهه، لانه في 2012 من كان سيد ناجح عبود هو رئيس الاتحاد في بطوله الخليج 21 في البحرين، استلمنا مبلغ نص مليار دينار من الحكومه العراقيه تم صرفها حسب الاصول، وانت تعرف اللجنه الاولمبيه والاتحادات ما انتم تعامل مع البنك المركزي، وعندنا كتاب من اللجنه الاولمبيه. نعم. جميع الاتحادات واللجنه الاولمبيه يتعاملون مع مصارف الاهليه، تم تبديل العمله من دينار العراقي الى الدولار العراقي في المصارف الاهليه. وثانيا السلفه هو بذمه السيد امين المالي وتم تسديدها حسب الاصول امين المالي. نعم. يقول ليش انتم ما مبدلين هذه العمله احد الفقرات في البنوك في البنك المركزي؟ يابا ماكو تعامل، هذا كتاب من اللجنه الاولمبيه يقول ماكو تعامل، يقول 18 مليون و600 وقصور اكو فرق، اذا ماكو تعامل انت الاتحاد العراقي شلون يروح على بنك المركزي؟ ماكو تعامل من اللجنه الاولمبيه، كتاب رسمي عندنا. طيب ليش مكرمين المنتخب؟ منتخب صعد الى نهائي، قبل منتخب يسافر الى البحرين تم قرار في اجتماع الاتحاد العراقي بانه في حالة صعودها الى المربع الذهبي هلقد مبلغ يكرم الوفد، وفي حالة صعودها الى النهائي هلقد مبلغ يكرم. طيب نقطه اخرى، وفدين اكو، وفد رسمي من 50 شخص، وفد الاخر اللي الاتحاد شكل والوزاره ايضا بوقت سيد جاسم محمد جعفر هم شكل وفد، حتى منك يروحون للدورات يتعلمون، لانه على اساس البطوله 22 يكون في العراق. شكلنا بكتاب من اللجنه الاولمبيه وفد اخر ايضا، تم قطع تذاكر واسكان واطعام كله على حسابنا. هذني النقاط، نقاط ما بها اي مخالفه، ولكن تعرف مرات هو يريد يأذيك يوديك الى من اللي يريد؟ من اللي يريد؟ من اللي يريد؟ من 2012 من اللي يريد؟ هو وزاره الشباب مشتكي، وزارة الشباب مشتكي على اتحاد كرة القدم. طيب. وزارة الشباب. طيب. مشتكي وكتاب بتوقيع معالي وزير الشباب، أعتقد إذا ما أكون غلطان بتوقيع معالي وزير الشباب. زين شنو الانقلاب هذا؟ ما هو العلاقة طيبة. أستاذ عبد الخالق. 2012 وين كنتوا؟ أنتوا العلاقة، العلاقة طيبة. أنتوا العلاقة طيبة وأخذت كذا مرة للسويسرا. وما خايفين أنا نحترم القانون العراقي أستاذ. أستاذ نعم أستاذ محمد نعم، احنا نحترم القانون العراقي ولدينا ثقة كاملة بالمحاكم العراقية، ومحولين على مادة 340 ينطبق على موظفين الدولة وعلى دوائر الدولة. طيب احنا لا دائرة دولة مرتبطين بالدولة كدائرة، احنا مجتمع المدني، وثاني شيء احنا مو موظفين بالدولة حتى انت تعول. أستاذ عبد الخالق على مادة 340 عندي دقيقة واحدة وياك بس، شنو الخطوة التالية اللي راح يسويها الاتحاد في ظل تداعيات هذه الأزمة بدقيقة واحدة؟ أنا نطالب دولة رئيس الوزراء التدخل السريع لفك هذه المشاكل. إذا ما تدخل المشاكل إحنا ما ممكن أن نلعب منتخبنا، إذا ما تدخل تبقى مباريات، جميع المباريات منتخبنا الوطني في أربيل يكون. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الخالق مسعود رئيس اتحاد الكرة العراقي. للأسف ضيق الوقت ما خلاني أسأل أسئلة كثيرة، لا سيما بصدد الانتخابات المقبلة اللي نتمنى أن تكون انتخابات شفافة نزيهة، لكن هذه الأزمة وتداعياتها أثرت كثيرا على الشارع العراقي، مخاوف، لكن لله الحمد يعني السيد رئيس اتحاد الكرة أكد أنه لا ذهاب إلى الفيفا، المشكلة عراقية وتنحل. لذلك أنا أضم صوتي إلى صوت رئيس اتحاد الكرة على السيد رئيس الوزراء التدخل في هذا الموضوع، لأنه لا يمكن يوميا وزارة الشباب هزي تمر يا نخلة، يوميا طوني فلوس ممنوع أحد يلعب، يعني هذه هم دوري وتريد تقفل البيبان مثل ما قفلت باب ملعب كربلاء الدولي اللي هو ملك العراق أمام الطلبة وكربلاء، وخليت الناس تضحك علينا والمباراة منقولة إلى قنوات عربية. هذا مو موضوع، هذا تخبط أخي العزيز، ثم أنت رجال باقي لك شهر يا أخوي العزيز، يعني ماكو داعي لهاي الأمور اللي دا تحدث واللي دا تأذينا وتدخلنا في متاهات. ما احنا بيضت عيوننا على ما نقنع الناس نرفع الحظر عن ملاعبنا، ونريد نرفع الحظر عن بغداد. ليش هاي الأزمات المستحدثة يا أخوان؟ يا أخوان فكروا بالعراق، عوفوا المصالح الشخصية، عوفوا الفلوس، فكروا بالعراق ما هو أغلى. ترى أنتوا رايحين والعراق يبقى. مشاهدينا الأحبة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، حق الرد
مكفول عبر منبر الشوط الثالث من الشرقية نيوز، لا خطوط حمراء لأي شخصية تحب تدلي بدلوها عبر البرنامج، حق الرد مكفول للجميع. سادة المشاهدين، نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم هذه الحلقة. أكيد أنقل لكم تحيا جميع زملائي العاملين معي في القسم الرياضي وفي استوديو البث وفي الكنترول، وخلفهم المخرج المبدع علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر. يوم غد أكيد عندنا حلقة جديدة فيها الكثير من المتابعات، تابعوها أول بأول عبر الشوط الثالث من الشرقية نيوز. إلى يوم غد أقول لكم في ملا.